اليوم أنا وياكم يعني هو مسخن ومش مسخن عشان المسخن ما يزعل علينا، بس راح نسويه بطريقة سريعة للست اللي وقتها ضيق أو الموظفة تحديدا أو اللي عندها أطفال بأغلب الأحيان. كمان بدنا نساوي تارت اللي شفتوه هلأ أنا طلعته، هذا تارت بالشوفان بدون بيض بدون حليب بدون ولا إشي، سريع 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 خفيف لطيف. رح نساويه كمان بحشوة التفاح، طبعا رح نتركه يبرد من هون لنهاية الحلقة لأنه أي تارت بالدنيا إذا ما برد مباشرة بيفرط، فلازم يبرد وياخد شكله النهائي. اليوم رح نساوي أنا وياكم صينية مسخن بالفرن، هي جاج وبصل وسماء وملح وكمون، نفس مكونات المسخن، بس إحنا المسخن إله يعني خليني أحكي بروسس أو مراحل تحضير معينة في طريقة تحضيره، ولكن إحنا اليوم بدنا نسويه بطريقة أسرع وأبسط، بس النتيجة واحدة وكمان طريقة التقديم كتير طيبة. وبالأول وبالآخر أكيد هي مجرد أفكار وما حدا بيعمل إلا اللي بيصير باله وخاطره.